ماشي اصدمها ومعزل. بقول عيني على محبوب من حي حسين وحب عروسة من الجامعة ولا سيدة زينب وظيفتها في الجامعة قالوا لها ايه تطلبي يا ام الخدود لما اللي الجرايد بتكتب عليك وكل الدول سمعة قالت انا اطلب عريس يكون مؤدب وحافظ اداء صلاة النبي جامعة كتبوا الكتاب الخميس وكان صباحيتهم الجمعة قال ده كان القاضي النبي وسيدنا عيسى ابن مريم والمؤمنين جامعة نزل جبريل من السماء مولع للموجودين شمعة وصفة يا مؤمنين بالله يا قاعدين بنا يا جامعة المعذبة الأطراف حجازية العينين عشان السبع أستاذ حمد وطاغرة الفمية لها حكم لكمان ورطلة داود وعفة مريم أنا بغار عليها أنا بغار عليها من ثيابها لو ألبسته فوق قسم منعم وأنا بغار عليها من أبيها وأمها ومن حقة المسواك بالفم فوالله ولولا خوفي من الله ألا قبلتها 99 قبلة بالكف والكفكاف والفم الشارب الخمر يفيق بعد سكرتي أما اللي بيحب طول العمر سكرة. عايز اقول لك حاجه اقسم بالله بص مش عشان بلدنا والله اقسم بالله كل اللي قاعدين بيقدروا السماء يا جدعان وحياة النبي اسمع سامع محمد رسول الله انتم هي دي سافرت لوحدها عريس بقول عيني على عريس ومن حي سمنون وحب عروسة من الجامعة عنوانها السيدة زينب سيدة زينب دي بلدنا اللي بيحب السيدة زينب سافة لله بدد يا سيد يا بدد بلدنا عنوانها السيدة زينب وظيفتها في الجامعة قالوا لها ايه تطلبي يا ام الخدود لمعة ياللي الجرايد بتكتب عليكي وكل الدول سمعة قالت انا اطلب عريس يكون مؤدب وحافظ اداء صلاة النبي جامعة كتبوا الكتاب الخميس وكان صباحيتهم الجمعة حسيس قال ده كان القاضي النبي وسيدنا عيسى ابن مريم والمؤمنين جمعة نزل جبريل من السماء مولع للموجودين شمعة طول عمري جنب الحيط حرام عليك يا اللي مش هتسقى ومطلع السكة الغلط بالتلاتة عيروني قالوا عني الشريف وعشان نبي خايا سمك خرج السلك ولا حلف بنت ولا عربي ما بصيتش عمر فرز حد وديني راب ابن حلال بتدوس عليه مع احترامي يا سلطان تعزيم سلام اديشا ارفع ايدك فوق 21/12 ان شاء الله باسم المحترم عبد محمد شبانة طرحة 21/12 خط العطاء توصل بنسبة حلوة احلى اتنين ايه طلقة بشوار طلقة بسبة حلوة خط العطاء توصل شبانة يابا يابا شبانة 21/12 مولد وصاحبي غازي اديشا صلحوا يا اديشا سمنود وبشوار سمنود على سعداوي يا حبيبي يا قلبي ايوه سبع السلم ولا حلت ملك ولا اراضي ما بصيتش عمري في رزق حتى اديني لا ابن الحلال بندوس عليه ومع احترامي والنمره تولع حديشه ارفع ايدك فرحة النهاردة واحلى ديشة يلا عشان عريس يلا
بص يا ديشه وحياتي النبي يا جدعان اللي عايز يقول لي ايه؟ اللي فرحان يقوم يقف ثانية واحدة، اللي بيخاف من ربنا يقوم يقف ثانية واحدة، اللي فرحان مع حمادة يرفع وجود عنك وجود نجوم الرأس الشرقي، نجوم القاهرة البطلة معانا على المسرح. هو ده مصطفى أحلى ديشة الإحساس العالي المختلف. دكتور مصطفى محمود أبو الحيوان الشرق. يا ديشة يا شعبان يا مرجع يا بدع. قلنا العريس كل يوم بيلعب فيا سافر عريس يا خراشي يا خراشي العبا ايوه العصا حبايب العريس صار العريس العريسه صلى على النبي صلى على النبي كده المكان ده المكان ده طاهر جدا من يوم فرح الصدام طاهر المكان ده فيه ملح والمكان ده طاهر يا ديشة امال ايه وهيفضل طول عمره طاهر ايوه عشان يكون على نور وحياة سيدنا النبي لا توحد الله سمنود انا بقول طول عمري مملكة الادب قبل ما تكون مملكة الحظ كلمة واحدة بنقولها في اي فرح اي حد جنب راجل جدع مشكورا يمين وشمال يرفع ايده الاتنين لفوق مش عشان حماده شلبي طيب نجح ليه ده في حاجه تانيه سايكو بيقولها اللي بيخاف من اللي خلقه يقوم يقف للي خلقه مش لحماده شلبي يا جدعان اللي بيخاف من اللي خلقه يقوم يقف يا ارفع ايدك فوق يتعرض عرض عرض قول ربك وحش مصر يا احلى ديشه سبتوك مملكه الرجاله يا صاحبي المحظوظ واحد الله نجم مصر عبد الامام من شرقيه يا احلى ديشه الرئيس محمود امين احلى ديشه روح وحش روح وحش صل على النبي هتروح وتحلى هتروح وتحلى يا حبيبي روح 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 عايزين عيلها مره وانت تحلالك دموعي وهي عمري 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 حرام عليك والله كانت الله 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 تعال انا دموعي تجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري يا مهانك يا كوكالي كل مرة وكل مرة كل مرة كل مرة تنحك الله من كلامي اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ديشة كلمة ديشة كلمة 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 لن يرى للهوى كلمة كلمة ولن نرى للهوى ويا الغرى
الحلال اللي قاسيته في ليلي اتنسى 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 ويا الصباح. قبل ما تقول النهارده يسمعوك سقفة، قبل ما تقول النهارده براحتهم بقى يا جدعان. اتنسى ويا الصباح حمادة النهاردة الحب والشوق والحنان أصلك النهاردة أهلا بيشا النهاردة أولا النهاردة النهاردة العريس أهو النهاردة النهاردة الحب والشوق والحنان لما تسألني هقول لك كان زمان كان زمان ومستفاكر كان زمان كان. بشكر جميع الحس معكم حياتي حمدي إمام. شكر خاص نجم نجوم مصر المحترم النجم الأستاذ حمدي إمام. شكر خاص لحسن الأداء.